Do you think of writing something or... هل تفكر في كتابة فيلم يجمع كل هذه الثقافات التي عشت فيها؟ وهل فكرت في ذلك من قبل؟ Cultures that you lived in? Have you ever thought about this? I would like that. There's a new show. There's a show. هناك عرض جديد على نتفليكس. أظن أنه يطلق عليه 89. أظن أنه يناقش هذه القضية. لا، أنا أحب هذه الفكرة فعلاً. وهذه فكرة رائعة. أحب أن أفعل هذا. هذا سوف يكون رائعاً. That's a wonderful idea. I think I would love to do that. What about your kids? ماذا عن أطفالك؟ كيف تدفعهم لأن يحبوا عملك؟ وهل تفعل ذلك؟ أمر مضحك، لأن معظم الآباء الذين يمتهنون مهنة الفن لا يرغبون في أبنائهم أن يكونوا على هذه الشكل، بل ربما يرغبون في أن يكونوا علماء أو أطباء، ولكن أود أن يأخذوا مسارهم ويأخذوا فرصتهم في عالم الفن، لأن هناك الكثير من الآباء قد يخشون على أبنائهم. عليك أن تمتهن مهنة بدوام ثابت، ولكن الفن رسالة مهمة في غاية الأهمية. وأظن أنهم لا يزالوا صغيرين، وعلينا أن نشجع الأطفال حتى يعبروا عن أنفسهم بطريقة إبداعية فنية، سواء كان امتهنوها أم لا. حدثنا أكثر عن حياتك الشخصية وعن أطفالك. ما أعمارهم؟ لدي طفل 24 عاما في السنة الأخيرة في جامعة هارفارد، وكذلك لدي ابنتي هي خريجة جامعة، وكذلك لدي طفلة من زوجتي الثانية وهي تبلغ من العمر 16 عاما. هل أي من أولادك مهتم بنفس الشيء ومهتم بحضور فعالياتك وحضور التوقيع على كتبك؟ نعم، أحاول أن أصطحبهم معي، حتى أن ابني البالغ من العمر 21 عاما ساعدني كثيرا في فيلم أخرجته، وأحاول أن أخرطه معي. بأي شكل من الأشكال هل هو ساعدك؟ وكيف تستفيد من طريقة تفكير الجيل الأصغر؟ أنا أحب أن أعرضهم إلى عملي وأن أعرض عملي عليهم، لأن ربما قد تكون هناك الكثير من إساءات الفهم، لأنه عندما تضيء الأنوار وهذا اللهب أو هذا اللمعان وتحول الأمور والاتجاهات وحل المشكلات وكل هذه الأمور، هناك الكثير من المهارات التي لربما لا يفهمها الأشخاص عن تصوير الأفلام. يمكنك أن تقضي بعض الوقت حتى تتعرف على الكثير من هذه المهارات، وهو أمر مثير.